اللاعب السابق محسن حبيشة كلمة على المرحوم عامر الحزم. سي عامر الله يرحمه وينعمه لعبت ضده وانا صغير وبعد عاودت لعبت ضده ومشينا اللي نفس غاديكا شد علينا سيرفيون جينيرال ومن طو يعمل في ستاج غاديكا باش يتحضر التروزيام دوغري تاعنا. سي عامر انسان كويس، انسان باهي، انسان يحبنا ويحب الدنيا الكل كاين فريمون اكسترا اوردينير. هذاك شو نقول لك، ربي يرحمه ان شاء الله وربي يرحمه وينعمه. اللاعب الدولي السابق سي عبد السلام عظومه كلمه على المرحوم عامر الحزم. سي عامر الحزم من اعز الممرنين اللي جابتهم تونس، واني عشت معاه فتره كبيره ياسر من اللي اني كادي في الفريق القومي حتى اللي وصلت للسينيور، واني معاه. سي عامر خلى تاريخ وخلى بصمه كبيره ياسر، ولازم نقول له الله يرحمه وينعمه. فهمت عبد خلوق يحب اللاعبيه الكل يحبهم، ما عندوش فرق ما بين حتى اي جمعيه، كلهم ولاده، كلهم عزنا، كلهم حبنا، والله يرحمه وينعمه. مسيرته كبيره ياسر وخلى بصمه كبيره، وربي يرحمه وينعمه. استاذ امير الحزم رئيس اللجنه التسيريه للاتحاد المنستيري، اليوم وفاه المرحوم عامر الحزم الله يرحمه، كلمه على المرحوم. والله اليوم كما قلت ودعنا اليوم ايقونه من ايقونات الرياضه التونسيه. سي عامر حزم الله يرحمه معناتها اللي كان مثال المدرب الوطني اللي اعطاه برشا للكره التونسيه. ان شاء الله ربي يرحمه. يبقى ديما قلت لك يبقى رمز من رموز معناتها الرياضه في تونس في المستير، واول بني الاول معناتها ملحمه الارجنتين. ان شاء الله ربي يرحمه. بالمناسبه ديالنا نتوجهوا لعائلته ان شاء الله بتعازينا الحاره اللي من كافه كافه العائله المسعى للاتحاد المستير. الله يسعد عامر فضل الله الله يرحمه ويسامحه. فضل الله انسان كان طيب ياسر من الناحيه الاخلاقيه، وانسان مشهود ليه، انسان مع تبونا او خونا الكبير، مع تعلمنا على يد الكوره وعلم عده اجيال معناتها في الصفار في دومين التدريب او كلاعبين، وحفظنا منه برشا ومعناتها تاريخه ما يتنساش، كسوا في المنتخب كسوا مع الانديه كسوا مع الاطارات اللي طلعهم التونسيه. ننساو سي عامر حزم هو من البيونيين تاع التوانسه اللي قرا في المانيا وجاي من اول مدربين، وكان معناتها على راس المنتخب التونسي وساهم مساهمه كبيره في تطور الكره التونسيه. نقولوا الله يرحمه ويصبر عائلته، وهذاك حل الدنيا وهذاك القدر. لاعب الاتحاد المنستيري السابق سي مصطفى بالحسن، كلمه على المرحوم عامر حزم اللي يظهر لي بيناتكم ايامات كبيره. سي عامر الله يرحمه من غير ما عند ايامات كبيره، عام 74 75 76 هذا انا معناها، وراجل طيب راجل كفء والله يرحمه ويسامحه، واعطيه للرياضه التونسيه زاده مش حتى الرياضه، اعطيه للاتحاد واعطيه للفريق القومي عام 74 75 ومن اعطاها المجلس التالي حضرها معناها الكيب ناسيونال وخدم الكره التونسيه. سي عامر وناس غيب الله يرحمه ويسامحه والله يرحمه وينعمه. دكتور صلاح الدين الدبيبي ديريجون في الاتحاد المنستيري، كلمه على وفاه المرحوم سي عامر الحزم. سي عامر الحزم الله يرحمه تاريخ كبير في كرة القدم التونسية، ممرن كبير، رانا الفريق الوطني مدة في ثلاثة فترات، رانا فريق 71 فاز به الميدالية الفضية في ألعاب زمير. سي عامر حزم فاز مع الفريق الوطني بكأس فلسطين، مرن كان مدير فني في الجامعة التونسية لكرة القدم، وشارك مع الفريق الوطني في كأس العالم للأواسط في روسيا. سي عامر حزم مرن عدة فرق في تونس، مرة الاتحاد المنستيري، مرة النادي الافريقي، الملعب التونسي، مع النادي الافريقي فاز بكاس ببطولة المغرب العربي كبير. خدم برشا، كون هو اللي كان معناتها سي عامر كان بناء النواة الأولى للفريق الوطني اللي مثل تونس أحسن تمثيل في كاس العالم في 78، بالتالي أفضاله كبيرة على كرة القدم التونسية. كان انسان طيب، انسان خلوق، يحبوه الملاعبية الكل، وكان حتى بدل حتى للتكتيك والفنيات في كرة القدم التونسية، اعطاه بصفته خريج المدرسة الألمانية، اعطاه حاجات جديدة للرياضة التونسية، بصماته باش تبقى
حتى يومنا هذا في كرة القدم وفي الرياضة التونسية بصفة عامة. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. منصف الشرقي رئيس جمعية القدماء لاعبي اتحاد المنستيري، يوم نهار كبير في المستير ونترحموا على سي عامر الحزم المدرب السابق اتحاد المنستيري والمدرب الوطني للفريق الوطني التونسي. والله العظيم مش نقول لك المستير كل كان حزين اليوم، وان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وكان معناها قدوة الناس كل تحبه، وقدمة اتحاد المنستيري وقع أبناه، واحنا جمعية قدماء اتحاد المنستيري معناها كل مكوى نعزيه العائلة متاعه ونعزيه الاتحاد المنستيري. وهي هي الرياضة، نشوفوا اليوم كما شي عثمان شنيح، نشوفوا شي عظومة، نشوفوا شي حباشة، معناها الناس جات من سوسة باش تعزي كل شيء. وهي هي الرياضة فمتتلمنا وما تفلقناش، والحمد لله ربي، وإن شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويجعل مسوى الجنة. مدرب لطفي البنزرتي، كلمة اليوم على وفاة سي عامر الحزم الله يرحمه. أول شيء سي عامر قمة، يعني ما تنجمش مش تحكي عليه قمة، من الأوائل اللي جاوا من ألمانيا واللي عملوا وخلى بصماته في كرة القدم التونسية، سواء في الإكيب ناسيونال، الاتحاد المنصري، النادي الإفريقي، الملعب التونسي، يعني اللي دربهم في رقم كل كاب، معناتها الله يرحمه وينعمه، معناتها يعني بالنسبة لنا احنا الناس كل تأثرت، وكان معناتها قدوة للناس كل كاب، والحاجة اللي بليز امبورتونت اللي هي الأخلاق اللي عنده، يعني إنسان متواضع، أخلاق عالية، يكلم الناس كل. ولا بروفوني معناتها تشوف الجنازه نتاعو، معناتها قداش كبيره اللي تشوف المحبه نتاع سي عامر انت وجه رياضي معروف برشا. نقول انا مش نقول الكلمه الله يرحمه وينعمه، وخلى معناتها مش يخلي بلاصته في المجتمع الرياضي، والله يرحمه وينعمه وربي يصبر معناتها عائلته ويصبر معناتها المجتمع الرياضي الكل والرياضي الكل.